زهرة؟ شو رح نعمل كابتن علاء؟ رح يقتلوها لسهر؟ ليكي زهرة، شو ما صار يصير احكي لي، شو في بينك وبين أنور؟ ولا شي كابتن علاء، يمين بالله ما في أي شي بنوب. مدام هيك ليش مسكتي إيده؟ شو هالقربة زهرة؟ لأنه هو أبي كابتن علاء، عم تفهمني؟ أنور أبي. شو؟ يعني أنور هو بكر يلدز مو هيك زهرة؟ مدام هيك اسمعيني منيح، بالحالتين مالك مفر، يا أما رح يقتلوكي بسبب العلاقة أو إذا عرفوا الحقيقة. رح نهرب من هون، رح ناخد سهر ونهرب سوا. ما فيني أترك أبي هون كابتن علاء، بس أنا رح ساعدكم. آه زهرة خانم، شو صار؟ اشتقتي للي بتحبيه؟ شو عم تقولي انتي؟ عم قول أنوار ما فاق لسه. ما تاكلي هم لسه ما مات. كفيت خرسي بقى. زهرة فؤاد جهزوا فريق، يلا بسرعة حركوا. سمعتيني؟ رح تشوفي. يلا زهرة، يلا يلا تحركي.